ولكن فكرة بقى انتوا ازاي بتحافظوا على صحتكم ولياقتكم، وهل في نظام غذائي معين بتتبعوه، حاجات ما بتعملوهاش خالص، بتناموا بدري؟ كنا لسه بنتكلم على فكرة أهمية النوم علشان نضارة الجسم والبشرة وصفاء الذهن وكده، يعني ايه الممارسات او الطقوس اللي انتوا معتمدين عليها في حياتكم؟ لا والله الامر كله ان احنا بنحب كمال الاجسام. احنا عندنا عشق للرياضه، وده المفروض اي انسان، لان اي انسان اتخلق في الدنيا افضل حاجه عنده صحته صح او شكله او جسمه. النهارده كل ما بيكبر في السن الشيبه بتبان عليه، بتبان عليه، حتى لو ممكن يبقى عنده نسبه فات كتير. يعني دايما لازم مثلا ايه، تبتعد بقى تاكل اقل، وتبتعد لا تعتمد اكتر على البروتينات. انا ليا راي تاني في الموضوع ده، ان كل انسان النهارده بسم الله ما شاء الله الجيمات بقت في كل حته. صح، دي حقيقه. في الابراج وفي العمارات وفي الشوارع. ليه النهارده ما اقدرش اقطع ساعه واحده، ان انا اروح اتمرن انا وابني وحفيدي كمان يتمرن. ثقافه يا كابتن. يعني انا ابني بطل عالم، عنده 28 سنه، بطل عالم في ارنولد الكلاسيك، ثالث على العالم. ابن الله. الكابتن سيد بطل جمهوريه في كمال الله. الاجسام. واحنا ابطال عالم احنا الاثنين. القصه مش قصه، لا انا طبيعي. احنا السن لازم تبعد عن السكر الكتير، سكر مضر جدا. لازم ابعد على الدقيق بذاته، الملح الكتير، هم دول. لكن انا عندي الكربوهيدرات كلها، مفيش مشكله خالص. البطاطس المسلوقه والمكرونات والرز المسلوق والكلام ده كله، بلاش حاجات المقليه كتير. يعني كل ما منعكش عن الاكل، مفيش بقى ان انا ايه، انا بحب الحلويات، اكل صينيه كنافه ولا بسبوسه، اكل قطعه صغيره. ايوه صح، اكل قطعه صغيره. مفيش حاجه اسمها انت محكم بسن. لكن انت لما تخش في الرياضه وتعمل رياضه لنفسك، غيرنا احنا طبعا، انت ليك هدف، انت بتلعب باسم مصر، فمطلوب منك نتيجه. فلازم يبقى ليك نظام اكل معين. لا انا مش عايز اقول لواحد امنع الاكل، او واحده ست امنعي كذا وامنعي كذا، لا. كلي بس كلي بكميات قليله، كلام سليم، بلاش الكالوريز الكتير بالليل، ده مهم جدا. نبتدي نعمل رياضه. اللي مش قادره تعمل في جيم تتمرن في البيت. النهارده كل القنوات فيها وقت رياضي. صح. كلام سليم. اليوتيوب تعمل قدام التلفزيون، قدام الموبايل بتاعها، شويه حركات كده هوائيه، مش هتكمل نص ساعه. مهم تبقى ثقافه وتحافظ على نفسها زي ما بنقول. طبعا يعني. لكن انا كبرت وسني كبر، لا الكلام ده ما ينفعش. يعني انا ما احبوش كراجل صاحب فكره او راجل مدرب منتخب. لا، ما فيش حاجه اسمها حد كبر.